أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسي على قوم كافرين؟